المشتقات لا تقع دفعة واحدة، وإنما هي بمتناول اليد، يؤخذ منها ما يحتاج إليه. هذا شيء. الآن الشيء الثاني، هل تظنن أن العرب اشتقت من كل مادة جميع ما يجوز أن يشتق منه؟ لا. معنى هذا أن في المعجم العربي إمكانات كامنة نستطيع أن نستثمرها الآن. إذن هي بمنزلة مراتب خالية، عرفنا؟ فإذن لاحظ مثلا الفعل كتب، نحن نقول مثلا كتب ويكتب وأكتب وكاتب ومكتوب وكتيبة وأكتب ومكتب، لكن هل نقول مكتب أو مكتبة؟ لا نستعمل هذا، وليس موجودا في العربية. إذن الإمكان موجود، لكن الكلمة هل استعملت بالفعل؟ لا. إذن هي قدرة كاملة، وهذا أنا هنا ذكرت لكم مثالا، وفي المعجم العربي أمثلة كثيرة. إذن لاحظوا، لا تظنوا أن الكلمات العربية هي ما احتوته دفة المعجم، ففي هذا المعجم إمكانات أخرى لن تستعمل. إذن هي كلمات موجودة بالقوة لا بالفعل، كلمات موجودة بالقوة لا بالفعل.